يا ولاد تشبلاك على بني جديد هم هاي في المسيخين شيخة موذيها ومحسرين فيها ليك شيخة موذيها ومحسر فيها أنا إيه أنت ترى بنتي غالية علي ما هي لعبة عندك يا وضاح هذه والله ما بيع بظفرها بفلوس العالم كلها عمي الله يطول عمرك ويخليك يا عمي الله يطول عمرك شيخ الله يهديها مكبرة السالفة ولا السالفة قصيرة الموضوع كله موضوع خفيف وبسيط بس مكبرة السالفة الله يطول عمرك والحل عندي الحل عندي بس أنا هاليومين شوي مشغول ولا أنا حل الموضوع حل مشغول؟ وش هالشغل اللي ما يخليك تنتبه لمرتك وبيتك؟ لا لا شيخة صعب قادر باللي تقوله وش بعد قالت شيخة؟ تقول انه من يوم جاء اخوك صقره السوسة النخرة هذا وانت في احوارك من قلبه وتصرفاتك ما هي منضبطة الله يطول لي عمري اخوي صقر ما له علاقة بالموضوع اللي بينه اخوي صقر الله يسعدك اسمع ترى انت بربرتك واجد وانا خبرك من يوم انك بزر لا صرت مخمل ولا عندك بلا ولا مسوي لك شيء تبدا تلف وتدور تتصرف تصرفات عجيبه انت ايش قاعد تقول الله يهديك يا عمي انا قاعد اتصرف تصرفات عجيبه اسمع عدم قبول ترى اخوك صقر ما جاك واعترف بك واعطاك حقك الا عقب هاك النوبه يوم روح للكويت يوم سالفه القضيه اللي رفعناها عليه في الكويت ايه يوم سالفه القضيه اللي رفعتها عليه بالكويت وتراني انا مسكته لحاله وقلت له يا صقر خوف الله بأخوك عطوا أخوك حقه ونشفت له لين جاك وعطاك كم عطاك أقول لك كم عطاك حبا اذكر الله الله يطول لي عمرك يا عمي اذكر الله مش كم عطاك وما عطاك والله ما عطاني شيء وش بعطاك ما عطاك وترى أنا بالنسبة لي ترى الفلوس وسخ دنيا الله يطول عمرك فلوس وسخ دنيا تكفى وسخني عطني من هالوسخ انت ما علي وسخ اسمع لا تلعب علي انا ترى انا ايه اللعب علي حطيت الدراهم ببطنك وتبي تجحد عمك لا 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 انا مطلعهن من خلف الرجاجيل وش من يوم جت الدراهم صرت تقعد تقصار في حوله حتى بلسانك وش دراهم وما دراهم قلت والله ما اعطاني شيء والله ما اصلا شوفت اخوي صقر تسوى الدنيا عندي وما فيها لا 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 قمه دم اعطاك انا بك اخليك كرهن هالحين من عيونه الله يطول عمرك الله يطول لي عمرك يا عمي الله يطول لي عمرك الله يطول لي عمرك ما نبي مشاكل الله يطول لي عمرك اذكر الله وصقر ترى صقر هاليومين عنده مشاكل ما علي منه ولا علي من مشاكله قم انا خلي يعطيك قروشك هالحين يا عمي الله يطول لي عمرك انت كل شوي قم وما قم ترى انا ماني بزر علشان تتكلم عني وتتكلم بلساني كل شوي قم وما تقم رجال انا ترى قاعد واعرف اتصرف واعرف ازين اموري اي والله ما انت بزر كبر الثور لكنك مهبوب ترى انا ما اسمح لك الله يطول لي عمرك ما اسمح لك انك تقول هالكلام واللي قاعد يسمعك الان الكلام اللي يقول واضح انك داخل على طمع انت ما انت جاي علشان بنتك وما بنتك انت جاي علشان الدراهم لا بالله ما انا جاي علشان بنتي وجاي علشان الدراهم ولا بالطقاق اللي يطقك انت وشيخه اسمع لا يصير لعب عليك اخوك واعطاك مليونين ثلاثه وقال لك ترى خبرك تحب هالطفايس انت قلت لك والله العظيم يا عمي والله العظيم قلت لك ما اعطاني شيء والله العظيم ما اعطاني شيء الله يرحم والديك ما نبي مشاكل شوف ايش رايك نروح اليوم نروح نشوف اخوي صقر عزمك اليوم مع اخوي صقر ونقعد نسولف ونقعد بس لا تجيب له طاري هالموضوع الله يطول عمرك ويرحم والديك قلت تم بس اسمع سم. إن أعطاك تبي تعطيني أنا إن شاء الله فهمت؟ إن شاء الله زين أنا بحجريك بالسيارة إن شاء الله